جارك الفقير ده هدية ربنا، قريبك المحتاج ده ما تبقاش تتأفف منه، ده هدية ربنا. اللي خلقه قادر يخليه أغنى منك، اللي خلقه إيه قادر يخليه أغنى منك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه بواسطتك، فأحسن ما أقامك الله فيه. تخلصوا يا عباد الله من غوائل البخل، فإن البخل حجاب عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كلمة بر مقلوب كلمة رب. عايز ربنا يفيض عليك من أسرار الربوبية، اشتغل على البر، اشتغل على الفقراء، اشتغل على المساكين، اشتغل على الأرامل. حط في بالك جارك الغلبان اللي مش لاقي ياكل، وعدي عليه وخبط، هتسعد. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: السائل هدية الله فلا ترد الهدية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. خلي بالك، ولما قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما كانش قصده نسيب الصلاة ونروح نلعب، كأنه بيخاطب ناس منشغلين بالحق لا يفطرون عنه طرفة عين، بيقول لهم طب على مهلكم شوي، صلي وصوم وحج واعتمر وتصدق، بس سيب لعيالك حاجة. لا، احنا كله دلوقتي بقى في الخزنة، كله في الدفتر التوفير، مش عايز طلع الزكاة حتى. اللي ما بيطلعش الزكاة ده مش واخد باله انه ركن كبير من اركان الاسلام مهزوز عندك. اجري بسرعة طلع الزكاة، مش فلوسك دي، امانات عندك طلعها، وعشان ما تجيش تشتكي جنبك وجعك وضهرك قافش عليك ودماغك طلع لك فيها خراج وحاجات كده كتيرة، وامراض ما بقيناش نسمعها لان الناس ما بتزكيش، لان الناس ما بتزكيش. وبعدين بدا من كتر حبه للمال يكره الفقير عمى، ما يحبش يشوف وشه ابدا. ليه؟ بيفكروا باللي عليه. ما هو الفقير بيعمل له قلق في دماغه، ليه؟ ما بيفكروا باللي عليه، هو اول ما يشوفه ايه يتغاظ قوي، يقول لك ايه الراجل ده اللي جايبه هنا، هو كل يوم قاعد عشان بيفكرك باللي عليك، ما بتحبش حد يفكرك ان عليك دين لربنا. عايز تعرف انت غني ولا فقير، سر الغنى ايه؟ مالك، مش كده؟ وهو كلمة مالك بيقولك انه مش بتاعك. انت توهمت وهم كبير لما ظنيت ان مالك لك ده مالك، يعني مش بتاعك. عايزين ناخد بالنا من الصدقات، لانها باب عظيم من ابواب الرضا الرباني. الله قال فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش حتى تنفقوا سبع مقفولة، لا، مما تحبون. يعني انت الاكل اللي بتجيبه لبيتك هو اللي تدي منه للغلابة والفقراء والمساكين. ولاجل النبي نكرم الفقراء بالصدقات، ليه؟ لان حضرة النبي يقول لك ايه، سيدنا ابن عباس كان اجود الناس بالخير،